مشهد الرائع، كان في مشهد رائع وحدث عالمي بكل المقاييس امبارح، حدث على طبعا سفح الاهرامات والقرعة كاس العالم لكرة اليد. طبعا دي النسخة 27 من البطولة اللي مصر ان شاء الله هتستضيفها السنة اللي جاية في الفترة من 14 يناير لغاية 31 يناير. طبعا اول مرة في تاريخ المسابقة هيشارك فيها 32 فريق، 32 فريق هيكونوا موجودين ضيوف على أرض مصر العظيمة. العبقرية في اختيار المكان والمشهد الأكثر من رائع اللي ظهرت عليه القرعة امبارح، ده دليل ان فعلا مصر هي يعني أم الدنيا فعلا، مش كلام بس، لكن دايما لما يكون في تحديات وخاصة في الظروف اللي بيمر بيها العالم كله، ان مصر تخرج بهذا الحدث العظيم وان هذه البطولة تقام على أرض مصر وإن هذا الإبهار في القرعة بيفكرنا طبعا بنفس الإنجاز ونفس الإبهار اللي كانت مصر فيه أيام طبعا قرعة كأس الأمم الأفريقية اللي فاتت كانت على أرض مصر، رغم الظروف الصعبة اللي مرت بيها العالم كله، رغم إن كان في وقت ضيق جدا لإقامة البطولة في مصر، لكن ظهرت طبعا عبقرية المصريين وظهر الإنجاز الكبير جدا جدا في استضافة بطولة عالمية. فيعني كل التحية وكل التقدير لمنظم القرعة امبارح، الصورة كانت أكتر من رائعة، حضر سهام ضيوف كتيرة جدا من على كل المستويات، كانت صورة رائعة وإحنا بنتفرج كمان، ده بيدل إن شاء الله أنها هتكون بطولة قوية جدا، البطولة على أرضنا إن شاء الله زي ما المصريين معودينا، بمعنى أصح إن الصورة بتبقى رائعة، والصورة مش بس المصريين بيشوفوها، انا دايما بتكلم على الفيدباك، دايما بتكلم على رؤيه الناس وردود الفعل الناس اللي بره في اوروبا في امريكا في العالم كله بيتفرجوا على الصوره ديت، ده يعني انا بس بحس بالفخر.